نجاوب الأسئلة. واحد بيقول طلب مني كاهن، كنيستنا في أمريكا، لما كان يطلب مني أنا مباشرة نهايته، طلب مني أن أسأل قداسك هذا السؤال: هل يجوز كنسيا أن جثة الميت يعني لا يصلى عليها؟ والسبب في ذلك أنه أن إنسان كتب وصية، كتب في وصيته أنه متبرع بجسده للبحث العلمي، بعد التبرع بالأعضاء الصالحة، فقانون الدولة يمنع تحريك الجثة إلا للجهات المذكورة في الوصية. وبالتالي لن يصلى على هذا الجسد. عايز اقول لكم كلمة يعني افهموها كويس اوي: احنا ما بنصليش على الجسد، احنا بنصلي على النفس. في الصلاة بنقول: هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب نيحها في فردوس النعيم. الجسد اخذوا اعضاءه من اجل بحث علم، او اعضاءه خدها الدود او تحولت الى تراب، مش هو المهم. المهم في روح الانسان، وهي اللي بنصلي من اجلها. الجسد هيقوم في يوم الايام، حتى لو اتبرع بيه برضه هيقوم. احنا لا نمتنع من الصلاة على احد الا لو كان مات في خطياته، بناء على ما ورد في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الخامس، ان هناك اشياء لا يصلى عليها. لو واحد مات في خطيته لا يصلى عليه، سواء كانت خطيته ارتقى او بدعة او خطية دائمة، زي مثلا واحد عايش في حياة خاطئة، اتزوج زيجة غير قانونية وكأنه عايش في الزنا، بنصلي عليه ازاي؟ ولو صلينا صلاتنا لا تقبل لانه مات في خطيته. لكن واحد اتبرع بجسد، وفيه ايه اتبرع بجسد؟ طب والناس اللي جسدهم بتاكل الوحوش، دول يعملوا ايه؟ ما نصليش عليهم كالوحش؟ ولا انسان وقع من طيارة ومات، ما نصليش وجسده مش موجود، غرق في البحر وما لقوهوش؟ لكن بيصلوا من اجل نفسه: هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب نيحها. ده اللي بنقوله.